مشاهدي قناة شوف تيفي مباشرة من مدينة الدار البيضاء، جولة باش ننقلوا جميع الأجواء ديال الشوارع مدينة الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة. كما كتشوفوا يعني من بعد تساقطات الأمطار الخير لنهار أمس اللي استبشروا بها المغاربة خير، وطلبوا الناس أن بسبب هذه الأمطار يبعد الله الوباء على هذه الأرض السعيدة المملكة المغربية. يعني كما كتشوفوا يعني مختلف شوارع مدينة الدار البيضاء، فالحركة نوعا ما الآن كاينة، نظرا لأن هذا وقت اللي كتعرف فيه الذروة ديال التبضع أو خروج الناس من العمل ديالهم. يعني كما كتشوفوا الآن حنا في شارع عبد المؤمن، يعني الحركة ماشي هو شارع عبد المؤمن اللي كنعرفوه ديما، يعني شارع عبد المؤمن كنعرفوه بحجم السيارات بالشاحنات الحافلات، يعني جميع وسائل النقل كانت كتكون عامر في هذا الحي، من غير اننا كنشوفوا بعض الناس يعني لربما كما كتشوفوا الان في الصوره راه من خلال اللباس كيبان ان فرمليه او طبيبه خارجه، يعني بما اننا قراب من احد المستشفيات هنا بمدينه الدار البيضاء. الامور عاديه، كنشوفوا ان الامن كما كتشوفوا على المباشر هو خارج كيدير الخدمه ديالو، الناس اللي باغي يقضي شي غرض ديالو خارج. كنحاولوا من خلال هذا المباشر ديالنا اننا ننقلوا لكم الصوره بجميع شوارع مدينه الدار البيضاء. فبعد ما اننا قمنا بجوله في هذا الشارع شارع عبد المؤمن، غادي نحاولوا الان ننتقلوا الى شارع الى حي درب غلف او جوطيه درب غلف، لنقل الاجواء كذلك مباشره من هذا المكان لهذا المكان اللي معروف بالمركز التجاري ديالو، اللي معروف تكنولوجيا صناعة الهواتف الحواسيب. يعني نحاولوا نشوفوا الأجواء كي دايرة الجوطية ديال درب غلف. يعني كما كتشوفوا في درب غلف يعني عكس الأجواء السابقة اللي كانت كتعرف هذه المنطقة، يعني توافد العديد من المواطنين لا من المغرب لا خارج المغرب لا من كازا خارج كازا. يعني كما كتشوفوا فبسبب هاد حالة الطوارئ فدرب غلف الان معظم المحلات التجارية ديالو فهي مغلقة باستثناء الناس اللي كيديروا مهنة العطارة توابل. الاخ اللي كيقول طلعوا القلعه الساغنه، فاكيد اخي اكيد اخي العزيز، ف شوف تيفي كتوفر لكم شبكه ديال المراسلين. راه كاين الاخ ديالنا والمراسل ديالنا في قلعه الساغنه، راه كينقل لنا كل كبيره وصغيره على هذه المدن.
وجدته في شارع مولاي يوسف مولاي دريس عفوا الأول. نحاولوا من خلال هذا المباشر ديالنا أننا نمر من معظم الشوارع بالعاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء. كما تشوفوا فالحركة ديال السير عادية، يعني ماشي كما تعديناها في الأوقات العادية خلال شهر رمضان كيكون الزحام كيكون لومبودياج. يعني دابا الآن كما تشوفوا فعدد السيارات قليل مقارنة مع السنوات الماضية. بالنسبة للإخوان اللي كيقولوا أننا الآن كنتواجدوا في الأحياء الراقية، خصنا نمشيو للأحياء الشعبية، فمن خلال العنوان ديالنا ديال المباشر اللايف تكون عندنا جولة مختلف في شوارع مدينة الدار البيضاء. يعني من بعد أننا غنديروا هذا المرور ديالنا في هذه الشوارع، لأني ما جاش باختيار، يعني جا هو الطريق ديالنا اللي غادي نسلكو، يعني ضروري خصنا ندوزو على. فالآن كنتواجدو في حي لارميطاج، يعني حي تقريبا بالقرب كنعرفو هاد الحي هذا وهاد الحديقة ديالو ديال لارميطاج، كتعجب مواهب كروية خاصة الدرب السلطان، الناس كيعرفو هاد المنطقة مزيان. كتزوجي كنخدم علاش كتعيط؟ علاش البراد اللي جاب الداخل ديالك؟